السلام عليكم، وياكم حسين. أعلنت شركة أبل اليوم عن الآيفونات الجديدة، الآيفون 12 ميني والآيفون 12 والآيفون 12 برو والآيفون 12 برو ماكس. راح نسوي لكم سلسلة فيديوهات عن هاي الهواتف، واليوم عندنا أول فيديو عن الآيفون 12 برو ماكس. مبدئياً الجهاز راح يجي بشاشة بحجم 6.7 إنش، وما أعلنوا عن دقة الشاشة، لكن أكيد راح تكون فول إتش دي بلس، ما راح تكون 2K، وبتردد 60 هرتز. ونوع هذه الشاشة هو السوبر ريتنا، وهذه الشاشة مصنعة من قبل شركة سامسونج، وطبعا هذه الشاشه راح تدعم تقنيه ال HDR10. ننتقل للاداء. سلسله الايفون 12 راح تجي بمعالجات البايونيك A14، وهذا احدث معالج من الشركه، مصنوع بتقنيه ال 5 نانومتر، فراح يستهلك طاقه اقل وبالتالي راح يعطيك حراره افضل. اما بالنسبه لموضوع الرام، فما اعلنت الشركه عن سعه الرام، لكن اكيد راح تكون ما بين ال 4 وال 6 جيجا بايت. اما بالنسبه لموضوع ساعات التخزين، فراح يتوفر بثلاث ساعات، 128 او 256 او 512. هذا الجهاز بثلاث كاميرات خلفيه كليتها بدقة 12 ميجا بكسل، لكن الأولى راح تجي بعدسة عادية، والثانية تجي بعدسة عريضة، والثالثة تجي بعدسة الزوم اللي راح تعطيك 4X تقريب بصري، معناها إنه راح تعطيك 4 مرات تقريب بدون أي فقدان بالجودة. هاي الكاميرات طبعًا راح تصور لك فيديو بدقة 4K وب 60 فريم بالثانية. وكالعادة شركة أبل ما تذكر أي شيء بخصوص سعة البطارية أو سرعة الشحن، لكن أكيد راح تكون أقل من 4000 ميلي أمبير، وراح تكون سرعة الشحن ما بين 22 واط وال 25 واط، ما راح تعبر هذا السرعة. الألوان المتوفرة بهذا الجهاز راح تكون اللون الأبيض واللون الكحلي واللون الذهبي واللون الفضي المائل للسواد. وسعر هذا الجهاز النسخة 128 راح يكون 1099 دولار، ما يعادل 1,360,000 دينار عراقي. وخلص، هذا كان كل شيء خص فيديو اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وأيضا تابعونا على مواقعنا بالسوشيال ميديا، رابطها راح تكون بأسفل الوصف. تحياتي لكم، في أمان الله.